دي الحاجة الوحيدة اللي كانت. طب فاكر موقف كده على الموضوع ده يا دكتور طه؟ يعني حد غلط في النادي الأهلي وكان إيه رد فعل كابتن صالح سليم؟ والله في اجتماع في اتحاد الكورة، كان الكابتن سمير زاهر الله يرحمه كان رئيس الاتحاد ودعا الكابتن صالح، فكابتن صالح يمكن أول مرة يروح اجتماع لرؤساء أندية يعني في اتحاد الكورة يعني. أيوه. ففي شخص بقى طبعًا بدون ذكر أسماء ولا حاجة يعني بيتكلم بطريقة، فالكابتن صالح قال له أنت حضرتك مين يعني؟ قال له أنا عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة الاتحاد. قال له طب حضرتك تتكلم في حاجات ما يعني بما معناه يعني مالكش يعني تتكلم في الكورة بالطريقة دي. وراح سايب بمنتهى الأدب اعتذر للكابتن سمير زاهر واعتذر عن تكملة هذا الاجتماع يعني. وإنما غير كده عمره ما يتنرفز ولا يزعل ولا يقول ألفاظ خارجة ولا يعني بأمانة يعني. وزي ما بقول لحضرتك يعني كان بيقعد يسمع أكتر ما يتكلم. أيوه. ويحب يضحك ويقول يعني يحب القعدة كده كلها فيه ابتسامات وضحك. ايه السبب اللي اطلق عليه لقب المايسترو؟ يعني مين اللي سماه بلقب المايسترو ده؟ هو الكابتن عبد المجيد نعمان برضه كصحفي كبير يعني، ولانه هو كان قائد في الملعب الحقيقه يعني فعلا يعني ازاي يلعب الكره للكابتن طه اسماعيل ويجيب جول، او للكابتن الدزوي برضه في الوقت اللي لعب فيه في النادي الاهلي، او للجوهري يعني كان عنده تمريرات رائعه، فكان فعلا قائد بمعنى الكلمه فسماه مايسترو. كان دايما حتى يقول له ماستيرو.